السلام عليكم. البلاك اند وايت منو ما يحبه، منو ما يفضل هاللوك هذا، لانه فعلا احساس الصوره تكون وايد مميزه. القاعدة رقم واحد في تصوير البلاك اند وايت هو الكونترست، هو اللي يطلع صورة حلوة بلاك اند وايت ولا ما يطلعها حلوة، يطلعها تلوك ولا ما تلوك. الكونترست هو التباين بالصورة، الفرق بين الأبيض والأسود، الهايلايت والشادو. إذا صار الكونترست عالي فراح يصير في فرق بين الأسود والأبيض، إذا كان الكونترست نازل فراح يكون في تدرج ألوان والأسود يكون مايل على الرمادي، فما راح يكون في تباين عالي، فالصورة البلاك اند وايت ما تكون حلوة. حتى تلاحظون عسكم الله الزبرة ما يصورونه إلا بلاك اند وايت، إذا صورناه صورة ألوان ما راح يطلع حلو. ليش؟ لأن الكونترست اللي فيه عالي، أسود أسود أبيض أبيض. شوفوا هذا المثال، صورة ملونة بنحولها بلاك اند وايت، لاحظوا بعد ما حولناها بلاك اند وايت صارت مو حلوة. ليش؟ لأن ما فيها كونترست، الكونترست مو عالي. لو كان الكونترست عالي كان طلعت حلوة بلاك اند وايت، لكن الظل ملونة أفضل من ما نحولها بلاك اند وايت. فعرفنا الحين قبل أن نصور نشوف المشهد، في هايلايت، في شادو، في أسود أسود أبيض أبيض، هني نقدر نقول أن هذه الصورة تنفع مضبوطة بلاك اند وايت. والحين هذه الطريقة اللي بقولكم عنها شلون تشيكون على المشهد إذا هذا يلوك بلاك اند وايت ولا ما يلوك، من كاميرا جهازكم. تفتحون الكاميرا تلاقون الصفة اللي تحت الرو، ترفعونها لفوق، تروحون على الفلاتر، تختارون فلتر الأبيض والأسود، وتشيكون على المشهد الكونترست فيه عالي، يلوك أبيض وأسود ولا ما يلوك. زين، هل نصور أبيض وأسود قبل ولا نصور ملونة بعدين نعدلها أبيض وأسود؟ نصورها عادية ملونة بعدين نعدلها أبيض وأسود. والحين بقول لكم عن أقوى برنامج لتعديل الصور وتحويلها من صور ملونة إلى بلاك اند وايت. البرنامج اسمه كاربون، أقوى برنامج لتعديل الصور وتحويلها للأبيض والأسود. والحين جربوا وتعدلون صوركم في برنامج كاربون، أنا متأكد عندكم صور تلوك بلاك اند وايت. أشوفكم على خير، السلام عليكم. لحماية جهازك من الفيروسات والبرامج الضارة اللي ممكن تتسبب في اختراق حسابات السوشيال ميديا مثل الانستغرام وتويتر وسناب شات والواتساب، اختر من القائمة الإعدادات، اضغط على سافاري ما بين الخيارات الظاهرة على الشاشة، اضغط على خيار منع الإطارات المنبثقة، سوف يظهر اللون الأخضر عند الاختيار. تمت حماية جهازك.
شلون ممكن نحفظ صورنا الخاصة أو صور مستنداتنا الخاصة أو فيديوهاتنا الخاصة في مكان بعيد عن المتطفلين في جهازنا الآيفون من دون برامج خارجية ولا شيء؟ كل هالأشياء نقدر نسويها من خلال برنامج الملاحظات، ونقدر كذلك نقفل عليهم برقم سري عشان ما حد يوصل لهم. بالبداية ندخل برنامج الملاحظات ونروح على الخيار اللي تحت على اليمين إنشاء مجلد، ونكتب اسم للمجلد ونختار حفظ. الحين راح ينضاف عندنا هذا المجلد، المجلد هذا راح نحفظ فيه صورنا وفيديوهاتنا الخاصة. نضغط إنشاء ملاحظة تحت على اليسار ونضيف مثلا الملاحظة اللي احنا نبيها الكلام، ونلاقي تحت مثل ما تشوفون فوق الكيبورد زر الكاميرا، نضغط عليه ونختار أول خيار اللي هو اختيار الصورة أو الفيديو من خلال ألبوم الكاميرا. أروح أختار الصور اللي أنا بيحفظها في مكاني الخاص في هذه الملاحظة، بعدين أضغط على الثلاث نقاط اللي فوق على اليسار جنب كلمة تم، واختار خيار قفل أضغط عليه. طبعا أحط رقم سري، الرقم السري هذا راح يكون لهذه الملاحظة ولكل الملاحظات اللي بقفلهم برقم سري. تقدر تحط مثلا، أنا بحط 2020 بسمي مثلا تلميح سنة كورونا. زين، واقدر افعل تحت خيار استخدام الفيس اي دي علشان بدل لا احط الرقم السري الفيس اي دي اطقه على طول. الحين قفلت الملاحظة برقم سري، شوفوا فوق على اليسار، نرد ندخل الملاحظة، شوفوا فوق على اليسار في قفل، اضغط عليه قفل الملاحظة، تأكد انك سويت الشغلة هذه. الحين اي واحد بيدخل ما راح يقدر يفتح الملاحظة الا لما يختار خيار القفل ثاني مرة ويحط البصمة مالته. هني تضمن انت ان فيديوهاتك وصورك محفوظة بشكل سري وما حد يقدر يوصل لها، وايضا تقدر تروح على ألبوم الصور وتحذف الفيديوهات اللي هناك او الصور الخاصة اللي هناك وتخليها موجودة بس في برنامج الملاحظات. خمس أخطاء لا تسويهم في الستوري. معاكم عايشة العنزي، مختصة ومستشارة في التسويق بالإنستغرام. هذه خمس أخطاء تجنبوا وتسوونهم في الستوري عشان تحصلون على أفضل نتيجة من هالميزة. رقم واحد، لا تقط كل الصور والفيديوز اللي عندك داخل الستوري مرة واحدة. إذا سويت الحركة راح تطلع حق ناس ساعة واحدة و23 ساعة أنت مختفي من صفحتهم داخل الإنستغرام. فحاول كثر ما تقدر توزع كل الكونتنت اللي عندك داخل الستوري على مدار ال24 ساعة. رقم اثنين، الستوري هي من اسمها ستوري، فحاول تصنع ستوري روتين يومي الناس تتعود عليه، فيكون في بداية وفي بالنص كونتنت وفي ختام آخر شيء. رقم ثلاثة، هذا خطأ وايد ناس يسوونه بس لأنهم ما يدرون في الأبديت الجديد اللي سواه الإنستغرام، وهو أن أي أحد اليوم تسوي له شير على بوستاته داخل الستوري مالتك ما يطلع عنده أي تنبيه أن أنت سويت شير أو دعمته أو تكلمت عن موضوع. فلازم تحاول كثر ما تقدر أن تسوي منشن مع الحساب، وبكذي أنت ضمنت الشخص راح ينتبه على هالتاج اللي أنت سويته وأيضا يقدر يسوي ريبوست. رقم أربعة، وايد ناس يحبون يسولفون داخل الستوري ويفتحون مواضيع فيديو ويصورون نفسهم ويسولفون مع الناس. هالشيء ممكن ياخذ 10 ستوريات، أغلب الناس الحين قاعد يطوفون، فحاول أن تساعدهم أن يستمرون في مشاهدة الفيديوهات اللي أنت قاعد تعرضها بالستوري والمواضيع اللي قاعد تفتحها من خلال استخدام تكست توضيحي على كل ستوري أنت قاعد تحطها. رقم خمسة، الاختفاء من الستوري. اختفائك من الستوري داخل الانستغرام راح يأثر وايد على حسابك، فلما ترد ترجع مرة ثانية سواء تنزل بوست أو ستوري راح يتعافى الأكاونت لكن بشكل جدا بطيء. حافظ على الاستمرارية، حتى لو ما نزلت بوستات الستوري وايد مهم أنه بشكل يومي تنزل فيها وتشارك الناس وتحافظ حتى على متابعينك، تقدم لهم كونتنت يستفيدون منه. هذه كانت خمس نقاط حق الستوري، أتمنى استفدتوا وإن شاء الله تطبقونها وتشوفون بعينكم التغيير داخل حسابكم.
يا هلا فيكم. فيديو اليوم راح نتكلم عن ثلاث تطبيقات مفيدة انها تكون عندك في التليفون. التطبيق الاول اللي هو باسم ادارة الملفات، هذا التطبيق شرحته سابقا، لكن فكرته انك تحمل مقاطع من اليوتيوب، تحط الرابط تختار تحميل، وهناك هني في التنزيلات هني ملفاتك بشكل نهائي. الجميل ايضا اضغط ضغط مطول على الفيديو، مجموعة خيارات جدا ممتازة، على سبيل المثال ازالة الموسيقى او ازالة الصوت البشري، ايضا هذا الامر شرحته في الفيديو السابق موجود عندك في حسابي. التطبيق الثاني باسم داون ديتكتر، فكرة انه يعطيك مجموعة من المنصات يعرضها لك اللي عليها مشاكل، على سبيل المثال لو رحنا الى منصة زوم قاعد يقول ان في مشاكل على زوم حاليا، طبعا يقول لك متى وشكثر صارت والخريطة وين بالضبط اكثر شيء، ونوع المشكلة اللي قاعد يسوي لها ريبورت. اكثر شيء حاليا عندنا تسجيل دخول والفيديو كونفرنس. راح اختم بتطبيق شورت كاتس اللي هو موجود اصلا رسمي من شركة ابل، وتقدر تحمله اذا ما كان موجود عندك. اختصاراتها جدا مفيدة، تقدر تنزل من تويتر من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في اختصار جدا مفيد اللي هو انا عندي هذا الرقم اسوي لك كوبي، واي هنا عند الاختصار اضغط عليه يفتح لي المحادثة على طول بدون ما تخزن الرقم. نلغيها بشكل سريع، نعيد مرة ثانية، مسج يفتح لي المحادثة معه بدون ما احتاج اني انا اخزن هذا الرقم.